على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق تيك توك، هناك أخطأ ما أعيد محاولة لاحقا. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق تيك توك. سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل. لما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. وبهذه الطريقة